الموساد في لندن بكره، وقابل رئيس الموساد وقال له انه الحرب غدا الساعه 6، لان هو يعني دي بقى حاجه فيها ملابسات كثيره جدا جدا، لكن 6 من 2 مش هتفرق كتير. هو بلغهم يعني ان الحرب في اليوم التالي. البعض بيقول ان الرئيس انور السادات كان بيستخدمه لصالح مصر، يعني كان عاملين مزدوج، يعني احنا عايزين نوصل معلومات مغلوطه بعينها لاسرائيل فبيتم استخدامه. مقتنع بالكلام ده؟ لا، مش مقتنع بالكلام ده اطلاقا، واعتقادي ان الرئيس انور السادات لم يكن لديه علم بهذا الموضوع على الاطلاق. دي قناعتي. خلي بال حضرتك من حاجه، ان هذه المسائل الاجهزه السريه والمخابرات، يعني احنا مش هنعرف. انا لا ادعي ان انا عارف، لكن ادعي ان عندي شواهد. طب نقول هذه الشواهد برغم ان انا عارف انك تعرف مولى عبد الناصر شخصيا، يعني اعرف تعرف شخصيا مولى عبد الناصر طبعا، لكن لا عمر ما لم نتطرق الى هذا الموضوع ابدا. لكن انا مش دي الفكره، الفكره انه انا عندي شاهد، هو ده اللي خلاني يعني افكر واقول لا لا لا، ده مش طبيعي. مش ممكن يكون خدم مصر وقام بخدمات جليله لمصر زي ما قال الرئيس السابق حسني مبارك. ليه؟ اشرف مروان لما كان هنا في مصر في فتره من يوم ما تزوج من بنت الرئيس جمال عبد الناصر، بدا يبقى عنده فلوس. قيل طبعا ان فلوسه كانت جايه من الموساد. لا، بعد كده اشتغل وكده جايه برضه من السلاح، يعني لا مش بالضروره تكون جايه من جاسوسيه. لا، السلاح ده بعد كده. بعد كده؟ بعد كده طبعا. بعد كده ده لما ساب مصر، هو ساب مصر 81؟ على ما اعتقد 81. 81 لما ساب مصر بقى، من الذي تبناه؟